بالعودة إلى الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مرحبا بك دكتورة فاطمة، هل تسمعينني الآن؟ نعم أسمعك. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم حيكم وحي السلام مشاهديكم الكرام. ورحمة الله وبركاته، شكرا لك. دكتورة فاطمة، يعني استمرار القوات الحكومية بقتل المتظاهرين السلميين، استخدام الذخيرة الحية واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والتي تصيب المتظاهرين السلميين في مقتل، هذا الإصرار على هذا السلوك من قبل الحكومة والقوات الأمنية والميليشيات التابعة لها، بما تفسرينه؟ نعم، يعني بالتأكيد كما تفضلت، القوات الحكومية مستمرة في استخدام القمع والقوى المفرطة ضد المتظاهرين. يعني هذا يشير في الحقيقة إلى عدم رغبة الحكومة العراقية لاستمرار التظاهرات، وأنها تريد أن تقمع وأن تفض هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات بأي طريقة كانت، سواء باستخدام القوة وأكثر من القوة إذا توجب ذلك. وأيضا هذا مؤشر آخر أن الحكومة العراقية أيضا لا تستمع إلى صوت المتظاهرين، ولا تريد أيضا التجاوب والاستجابة لطلبات المتظاهرين، بل هي تريد فقط أن تنفذ مشروعها وأن تكمل مسيرتها وتبقى تستحوذ على الكراسي دون أن تعطي أو تعير أهمية لأي مطلب من مطالب الجماهير. نعم. صحيفة الأسوشيتد بريس أحصت مقتل 13 متظاهرا برصاص قوات الأمن جنوب العراق في غضون 24 ساعة، يعني مع ازدياد وتيرة القتل، كيف تنظرين إلى تعاطي وسائل الإعلام الغربي مع ما يجري في العراق؟ نعم، يعني بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية، الحقيقة هناك تغطية لما يحدث في العراق، ويعني بعض الوكالات التي يتم ذكر أسماءها من خلال قناتكم، وأيضا بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من القنوات الإعلامية أيضا التي تذكر وتمر على ما يحدث في العراق من تظاهرات وكيفية التعامل الحكومي، خاصة وأن هناك منظمات دولية توثق هذه الانتهاكات وتوثق التعامل الحكومي مع هذه التظاهرات. وبالتالي بالنسبة لي أنا أرى أن هناك لحد الآن تسليط إعلامي جيد للتظاهرات وما يحدث للمتظاهرين من انتهاكات ومن جرائم. مع هذا التسليط الإعلامي الجيد والكثير وهذه الفيديوهات التي انتشرت بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك يعني تتواصل القوات الأمنية والحكومية والميليشيات باستهداف المتظاهرين، حتى أن المرصد الأور المتوسطي اتهم الحكومة في العراق باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين. ولكن هنا دكتورة فاطمة، يعني كيف ينظر القانون الدولي بشكل صريح إلى ما يجري في العراق، القانون الدولي الإنساني؟ يعني بالنسبة للقانون الدولي، يعني ما يحدث في العراق من استخدام للقوة المفرطة والقوة المميتة، يعني في الحقيقة هذه غير مشروعة حسب القوانين الدولية. يعني بالنسبة للعراق الذي حدث هو يعني حالات استخدام للذخيرة الحية، اطلاق النار المباشر واستهداف المتظاهرين، اطلاق قنابل الغاز بصوره مباشره، وكما يعني تم توثيقه من حالات قتل بواسطه قنابل الغاز، التهز بالعجلات الحكوميه، حتى مدافع الماء الحارق هذه ايضا لا يجوز استخدامها، بالاضافه الى ذلك حتى العصي الهروات التي تستعملها القوات الحكوميه بمثل هذه خاصة وأن المتظاهرين سلميين ولا يحملون أي تهديد. يعني اللجوء إلى العنف واللجوء إلى استخدام القوة وخاصة القوة المميتة، يعني هذه لا تستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى التي يعني لا مجال لغيرها. أما دكتورة بالنسبة فاطمة، لما يحدث في العراق، دكتورة فاطمة، اليوم منظمة العفو الدولية يعني أيضا تحدثت وقالت في تقارير لها إن تصاعد العنف ضد المتظاهرين السلميين في العراق في البصرة، طبعا حددت هنا، يعني تطورت بشكل صادم، مع ذلك هناك استمرار لعمليات الجرائم القتل ضد المتظاهرين.
أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، كيف توثقون هذه الجرائم؟ ما هي اعتماداتكم في ذلك؟ نعم، في الحقيقة يعني تصل إلى المركز يعني الكثير من المعلومات عن طريق ذوي الذين ارتكبت بحقهم الجرائم، أو حتى عن طريق يعني ما ترصده الصحافة. يعني الصحافة تعتبر أيضا القنوات الإعلامية مصدر للتوثيق، خاصة وأن ما يتم توثيقه عن طريق القنوات الإعلامية يعني تكون صوت وصورة وفيديوهات متواصلة، ولهم يعني خبرة في مثل هذه الأمور. يعني الكثير من حالات الإبلاغات التي تصل عن وجود حالات مثلا قتل بين أشخاص يعني تقل أعمارهم عن 18 سنة، يعني أطفال، بالإضافة إلى ذلك عمليات الاختطاف، عمليات التغييب القسري، الاعتقالات، كل هذه يعني معلومات تصلنا من مختلف يعني الجهات التي تكون معترف بها ويعني معتمده ويتم الاعتماد عليها في توثيق مثل هذه الانتهاكات والجرائم، ونقوم بالاتصال ايضا بذوي الضحايا بصوره مباشره لاجل اخذ تفاصيل وصور وغيرها من الوثائق يعني التي تثبت، ومنها حالات قتل يعني مباشره لأطفال في ساحة الخلاني وغيرها من الحالات. نعم. دكتور فاطمة، لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يعني قالت بأنه القوات المسلحة أمرت بعدم الإفصاح عن العدد الذي يسقط قتلى شهداء في ساحات التظاهر، وكذلك أعداد الجرحى. هناك تكتيم على موضوع الرقم لهؤلاء الشهداء في ساحات التظاهرات. يعني من حيث اعتماد ذلك أيضا، هذا التكتيم بالإضافة إلى قطع الإنترنت وحجب المعلومات عن ما يجري في ساحات التظاهر، إلى أي مدى يمكن اعتباره جريمة إنسانية يحاسب عليها القانون الدولي؟ نعم، بالتأكيد هذه تدخل في إطار الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية. يعني هناك حدثت مثلا، خليني أعطيك مثال، في ساحة الخلاني حالة قتل لتقريبا 12 متظاهر، قتل مباشر، إطلاق نار على العنق وعلى الرأس، وتم يعني إثبات واحدة من هذه الحالات، وجميع هذه الحالات لم يتم ذكرها، ولم تأتي وزارة الصحة على إعلام مثل هذه الأرقام. هناك في الحقيقة رعب من القوات الحكومية من جهة، لأنها لا تريد الإفصاح لكي لا تشير إلى حجم يعني وقوة التظاهرات، ومن جهة أخرى الحكومة العراقية تريد التكتيم والتعتيم على عدد القتلى طبعا لكي لا يتم إدانتها أمام المجتمع الدولي، لأن مثل هذه الأعداد الكبيرة يعني هذه تعتبر تصل إلى حد جريمة الإبادة بحق العراقيين. هي ليست فقط مجرد جرائم فردية، بل هي أصبحت عمل منظمة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان وجرائم دولية. إذا هذه تحيل الحكومة العراقية إلى المحاكم الدولية، بالإضافة طبعا إلى أنها هي أصلا جريمة في يعني القوانين الدولية. إذا خوف ورعب الحكومة من الإفصاح عن هذه الأرقام هو أيضا سوف يؤدي بها في الأخير إلى نفس النتيجة، وهي أنها سوف تكون متهمة بعدم الإعلان والإفصاح عن الأرقام الحقيقية، وبالتالي هي استهانة بدم العراقيين وإهدار لحقوقهم كمواطنين. نعم. هناك أيضا استهداف للطواقم الطبية، استهداف لمن يقوم بإسعاف الجرحى، وكذلك من يقوم بنقل الشهداء من ساحات التظاهرات، استهداف أيضا حتى التوكتوك الذي يحمل هؤلاء الجرحى وكذلك الشهداء. يعني والحال هكذا من وجهة نظرك دكتورة فاطمة العاني، المجتمع الدولي صامت عن كل ما يجري، وهذه تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي، ولكن من الذي بوسعه تحريك ذلك وتحقيق يعني إيصال هؤلاء وتسليمهم عبر محاكم دولية لكي ينالوا جزاءهم كل من اقترف جريمة بحق المتظاهرين السلميين؟
نعم، يعني هناك عدة أطراف تستطيع أن يعني تتكاتف وأن يعني أن يتم تفعيل هذه الملفات وإيصالها إلى المجتمع الدولي وإلى المحاكم الدولية إذا لم يتم الاقتصاص منهم في المحاكم الوطنية. هناك يعني منظمات حقوق الإنسان، منظمات الدولية تستطيع تفعيل مثل هذه الأمور. ذوي الضحايا أيضا إذا كانت لديهم الإرادة وعدم الخوف من أي مكروه سوف يقع لهم، خاصة كما نعرف أن الكثير من ذوي الضحايا تعرضوا للتهديد وبمختلف الطرق يعني، وهذه معروفة يعني، لكي لا يتكلموا ولا يعني يوصلوا هذه الجرائم إلى المحاكم لكي يتم الاقتصاص من هؤلاء المجرمين. فأيضا ذوي الضحايا أيضا يلعب دور كبير في أن يتم تحريك هذه القضايا، خاصة وأن ذوي الضحايا بإمكانهم إثبات بالطب الشرعي ما يحدث للمتظاهرين. أيضا الطواقم الطبية هي مصدر موثوق به في المحافل الدولية، خاصة وأن من يعملون في هذا المجال هم من ذوي الاختصاص الذين يتمتعون بالقدرة على توثيق هذه الجرائم وإثبات أن هناك مثلا استعمال لنوع معين من مثلا كما يحدث الآن نوع معين من الغازات الخطيرة السامة المحرمة أو غيرها من عمليات القتل التي تحدث عن طريق الطلق الحي أو باستخدام مختلف يعني الطرق. كل هذه يعني تتكاتف كل هذه العوامل، ويتم في الحقيقة إذا كانت هناك طريقة ممكن تقديمها عن طريق العراقيين في الخارج إلى مجلس حقوق الإنسان. أنا أعتبر مجلس حقوق الإنسان هو الطرف الأول المعني في الموضوع، إلى السيدة كلامار المفوض السامي لحقوق الإنسان. يعني هذه أكيد هذه الجرائم سوف تجد طريقها للاقتصاص من مرتكبي هذه الجرائم. الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من لندن.